السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في بداية والله صل على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. مقطعنا اليوم عن الحزمة المجانية القاتلة البركانية، كيف نقدر نتحصل عليها مجانا، وكيف نقدر نسوي التحديات عشان ناخذ كامل الحزمة. أباكم بس تركزوا معايا تمام. إذا أنت بي سي، كل اللي عليك تدخل متجر العناصر، هتحصل الحزمة أمامك بنفس النظام هذا. تضغط على الحزمة، هتفتح معاك الصفحة الثانية، مكتوب عندك 0 في بوكس أو 0 ريال، ومكتوب عندك شراء، وفي عندك فحص العناصر. إذا أنت ضغطت على فحص العناصر حيطلع لك الكتاب فقط لا غير. الكتاب هذا يعني فيه تحديات ضروري نسويها علشان ناخد الحزمة. بعد كده أنت اضغط شراء، حيحولك على الصفحة الثانية، اضغط ممتاز، كده أنت أخذت الحزمة. طيب بعد كده تروح على موقع التحديات، حتحصل التحديات أمامك، مكتوب مكافآت الهدف، أكمل مهام حزمة القاتلة البركانية. عندنا مهام حزمة القاتلة البركانية، التحدي الأول يقول لك أشعر الهياكل، التحدي الثاني، التحدي الأول حناخد الحقيبة، التحدي الثاني يقول لك اصمد في مراحل العاصفة وتاخد اللون، والتحدي الثالث يقول لك ألحق ضرر بالخصوم وتاخد العكس. مجرد إنك أنت خلصت الثلاث تحديات هتاخد السكين، كده تكون معاك الحزمة كاملة. الآن هشرح لكم التحديات بالكامل وبالتفصيل. طيب في التحدي الأول يقول لك أشعل الهياكل عدد 100. كل اللي عليك إنك تاخذ النار هذه من اليرعات وتشعل الهياكل. التحديات اليومية والتحديات الأسبوعية، الأشجار تدخل من ضمن الهياكل، بس في التحدي هذا مو راضي يدخل من ضمن الهياكل، يعني أنا حركت أشجار مو راضي ينحسب معايا، ما عرفت ليش، لكن مو مشكلة. عندك الأخشاب هذه، الأسوار، كل هذه تدخل من ضمن الهياكل، البيوت. تقدر تسويها في كذا جيم، مو ضروري في جيم واحد، بس هم طالبين 100، يعني مرة قليل، يعني مو كثير. طيب في التحدي الثاني يقول لك اصمد في مراحل العاصفة عدد 50. العاصفة هي معروفة، الزون، كل ما يقفل الزون وانت عايش ينحسب لك واحد. صراحة هم طالبين 50 مرة كثير، بس شوف زي كده ينحسب معاك واحد، كل ما قفل الزون وانت عايش ينحسب معاك واحد. بس اذا انت تبى تسوي التحدي هذا بطريقة سريعة، ادخل في طور الدمدمة. طور الدمدمة يقفل الزون مرة كثير، فحيسوي معاك سريع سريع، تمام؟ طب في التحدي الاخير يقول لك الحق ضرر بالخصوم عدد 2100 دمج. مو محددين ايش نوع السلاح ولا محددين الطريقة، فهذا أسهل شيء صراحة. كل اللي عليك إنك تدمج الخصوم، تقدر تسويه على الحراس عادي تنحسب معاك، وتقدر تسويه على الأعداء، وتقدر تسويه في كذا جيم، يعني مو ضروري في جيم واحد. شوف تنحسب معاكم على الحراس. هذه كانت جميع تحديات حزمة القاتلة البركانية. تقدر تسوي التحديات بطريقة سهلة. واللي حيسألني هتجلس قديش الحزمة، هقول لكم هتجلس لمدة 25 يوم في الايتم شوب، يعني عندكم مجال كبير انكم تاخذوا الحزمة، وعندكم مجال كبير انكم تقدروا تسووا التحديات. كده وصلنا لنهاية مقطعنا. اتمنى اي شخص ما اشترك في قناتي يشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب X2X2، واهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك، وان شاء الله نتقابل في مقطع اخر، وفي امان الله.